افتتحت اليوم لقاء نظمته الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك مع البنك الإسلامي للتنمية، وخاصة الفرع ديال البنك الإسلامي اللي تتعلق بالتنمية ديال التجارة. هذا اللقاء هذا تيجي باش نقدموا واحد الدراسة قامت بها الشركة بتمويل من البنك اللي تتهم 11 بلد إفريقي ومتعلق بإنشاء محطات لوجيستيكية أو منصات لوجيستيكية في هذه البلدان. هذه المحطات اللوجستيكية وهذه الدراسة الهدف منها توعية بأنه اللوجستيك يمكن له يكون رافعة للتجارة والاقتصاد لهذه البلدان، ويقدر يكون رافعة أيضا بالنسبة للتبادل جنوب جنوب بين جميع هذه البلدان الإفريقية، تماشيا مع الرؤية السديدة ديال سيدنا التي لح دائما على تنمية هذه العلاقات في القارة الإفريقية. طبعا نحن نلتئم اليوم في هذا اليوم المبارك للحقيقة لإطلاق ورشة العمل الخاصة بمراجعة توصيات الدراسة التي قامت بها التي قامت المؤسسة بتمويلها من خلال برنامج مساعدة من أجل التجارة للدول العربية بالتعاون مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. ونحن طبعا نتطلع من خلال هذين اليومين أن تتمخض هذه الاجتماعات عن توصيات محددة ومشاريع محددة لكي يتم عرضها على أصحاب المعالي وزراء النقل في القريب العاجل والبدء في تنفيذ هذه التوصيات. المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إدراكا منها بأهمية الحقيقة توفير المنصات اللوجستية لتسهيل التجارة قامت بمثل هذه النوع من العمليات، ونتمنى إن شاء الله أن تحقق هذه الدراسة أهدافها، ونرى إن شاء الله مشاريع تعمل على تعزيز الاستثمار والتجارة بين المغرب وبين دول جنوب الصحراء بإذن الله تعالى. Comme vous le savez, en 2011, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a inauguré la plateforme logistique de Mohammedia. Cette plateforme logistique a été aménagée par la Société nationale de transport et de la logistique, la SNTL. Et depuis ce temps, donc, la société a accumulé une expérience et une expertise dans la gestion des plateformes logistiques. Et par la suite, il a participé à la réalisation d'une étude d'identification des opportunités de création des plateformes logistiques dans 11 pays africains. Et donc cette étude a été réalisée en partenariat avec le groupe de la Banque islamique pour le développement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une rencontre qui va durer 2 jours. Nous avons invité d'abord les acteurs de logisticiens au Maroc, d'une part, et nous avons invité aussi des experts des 11 pays africains pour échanger l'expérience et l'expertise en matière de logistique, et aussi pour examiner, étudier, discuter les résultats de l'étude dans le cadre d'ateliers organisés auxquels ils vont participer, ces experts donc de tous les pays. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.